فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز عصر الذكر لإخراج ما تبقى من البول داخله؟ الأولى تركه، لكن إذا احتاج إلى هذا، إذا احتاج إلى هذا يصير عنده وساوس أنه يخرج من شيء أو فيستبري أن يعصر الذكر حتى يخرج ما تبقى في القصبة، إذا كان عنده شك أو وسواس، لأجل يزيل هذا الوسواس وهذا الوهم. أما إذا كان معافيه الله ولا عنده شيء فلا يتكلف هذا الشيء. نعم.